والصلاة والسلام على نبينا سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. أسمي مجلس اليوم بتسمية مميزة حتى يرسخ في الأذهان: ثقافة عادي. أعني بعادي الكلمة الدارجة على ألسنتنا حينما يتصرف الإنسان تصرفا قد لا يكون حسنا، فتسأله عنه فيقول لك عادي، ماشي، مشية. ثقافة عادي، هذه الثقافة التي صارت مسيطرة على أحوال كثير من الناس اليوم، وما هي إلا مسألة شيطانية درجت في حياتنا، والشيطان يسول للإنسان ويسحل له العمل السيء بتبريرات كثيرة، على رأسها هذه الكلمة: عادي، ماشي الحال. قال الله تعالى مخاطبا نبيه داود عليه السلام: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. خاطب الله تعالى نبيه داود لأنه كان قد جمع مع النبوة الملك والحكم. الملك والحكم يتضمن القوة، الجاه، السلطان، المال، وأمورا كثيرة، بحيث أن الإنسان قد تغلبه نفسه الأمارة بالسوء فيستسهل الأخطاء. أوام ساوي الشغل عادي، بقول لك الأمور كلها مذللة تحت يدي. خاطبه الله تعالى فقال: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض. هذه الخلافة الربانية التي مكنها الله لداود عليه السلام قد تفضي، كما قلت، بسبب تيسر كل الأمور تحت يد الإنسان وسلطانه، إلى أن يغلبه هواه فينحرف عن الحق. قال الله له: فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا حديث وجيز بليغ جدا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه. ما الهوى؟ رغبات النفس. إنسان يعني يهوى الأغاني، يهوى، والعياذ بالله، النساء، يهوى رغبات النفس، متطلعاتها. الحديث يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طيب الهوى إيه؟ هو منحرف، شلون ده يكون تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أزال أدرب نفسي وأدرب نفسي وأدرب نفسي وأهذبها وأعاتبها وأزكيها وأتابعها حتى يصير محبوبها محبوب الشرع، مطلوبها مطلوب الشرع، مرغوبها مرغوب الشرع، وإلا فإنها نفس غير مزكاة. سنضرب الأمثلة لأن هذا الكلام كلام نظري عام مفيد، لكن بالأمثلة يصبح متضحا تماما. درجت في زماننا عادات بسبب الهوى، هذه العادات أغلبها من المحرمات، لكن تسأل صاحبها فبيقول لك عادي، كل الناس هيك. نبدأ: حجاب النساء. معظم نسائنا اليوم، للأسف هذا واقع، معظم نسائنا اليوم بالبنطال، بطلعوا بالبنطلون على الشارع. تسألهم بقول لك عادي، كل الناس هيك. طالباتنا في المدارس، في الجامعات، الموظفات، العاملات، عادي، كل الناس هيك. هل هذا عادي أم هو هوى النفس الأمارة بالسوء؟
والله وهو النفس الأمارة بالسوء، وليس أمرا عاديا بل هو محرم شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المسلمة أن تصف، أن تلبس ما يصف أو يشف. يصف يعني ضيق على قد الجسم، ويشف شفاف. فالبنطال ما هو؟ حتى لو كان عريضا هو يجسم فخذيها وساقيها ورجليها، هذا لا يحل بحال من الأحوال إلا أن يكون فوقه ثوب فضفاض عريض ساتر إلى أسفل الجسد. تسأل أخواتنا النساء، تسأل الأزواج، تسأل الإخوة، تسأل لك عادي يا أخي لا تشدد، أي تشدد هذا؟ كيف يتشدد الإنسان المسلم في شأن من فرائض الدين؟ هي مسألة فرض، هذا الحجاب لا يرضي الله. فكلمة عادي لا تصح بحال من الأحوال، مشية ما في مشية يا أخي الكريم. الثاني، هذا الاختلاط الذي عم وطم، تجلس المرأة المسلمة المصلية الموحدة مع الرجال في المدرسة وفي الجامعة وفي الوظيفة وفي الأعمال الحرة وفي الورشات وغيرها، تجلس فساعات طوال، ماذا تفعل؟ تتكلم مع الذي أمامها، لو قلنا كلمة عابرة فحيها لعلها جائزة، لكن قصص طويلة وضحكات ومزح وتسالي، ويسأله عن خواص بيتها وتسأله عن خواص بيته، ويضحكون ضحكا لا تضحك هذه المرأة المسلمة المصلية مع زوجها، ما هذا؟ بقول لك عادي زميلي بالشغل، أي شغل هذا؟ أي زمالة هذه؟ أي هي؟ بالله عليك ما هذا؟ ما هذا يا أيها أيتها الأخت المسلمة؟ إن كنت موظفة أو طالبة أو مدرسة أو في عاملة في ورشة أو ما هذا الذي تفعلين؟ هذا الرجل يحل لك أن تضحكي معه وتتسلي؟ سألك سؤالا عابرا كيف حالك، قولي الحمد لله انتهى الموضوع، أو أنت سألتي شيئا سؤالا عابرا انتهى الموضوع. أما أن يغوص الإنسان وتغوص المرأة ويغوص الرجل في كلمات وتنتهي بمحرمات، فتلك من أعظم المصائب. عادي. الملابس، المثال الثالث الذي نضربه على كلمة عادي، ملابس الشباب، بل وصارت ملابس للكبار أيضا، التي لا تستر العورة، وبخاصة في فصل الصيف بسبب الحر. درج بين كثير من الناس اليوم أن يلبسوا ما يسمى بالشورت، شورت يعني اللباس القصير، ويخرجوا إلى الشارع وإلى الطريق كاشفين أفخاذهم، فإن سألتهم بقول لك رجال أنا عادي. لك أي عادي يا مسلم؟ أي عادي؟ أنت مسلم، مسلم مسلم موحد، تخشى الله، تخاف من الله، هذه عورة، هذه عورة، يعني أنت آثم إذا كشفتها، مو للشارع، لأبيك، لأمك، لأختك، لأخيك، هذا حرام، لا يحل هذا إلا للزوجة فقط، أكثر من هذا لا يكون. فكيف تكشفه في الشارع وتمشي به؟ الآن انظر، صار الأمر زائدا عن حده، وأنتم ترون يعني أمر صار كلما يعني يزداد يزداد يزداد، وتسأل أقول لك إيش الشغلة؟ شاب هاد، رجال، عادية يا أخي لا تشدد. لك يا أخي أي تشدد؟ هاي المشكلة في الهوى، صار الأمر هوى، يقلد بعضنا، إيه عجبني هالشكل بطلع فيه، عادية، كله عادي، والهوى يغلب الإنسان. لا تتبعي الهوى، لا تتبعي الهوى، بالله عليك أنت مسلم، سبحان الله، كيف يطيب قلبك بهذا؟ مسألة رابعة، مثال رابع، أخواتنا المسلمات المحجبات أيضا صرنا يجلسن على القهاوي، يجلسن في القهاوي، أماكن الطعام والشراب وشرب القهوة والشاي في منتصف الشوارع، في الأحياء الحديثة والأحياء القديمة، عند القلعة وعند الشهباء، في حلب الجديدة وفي المناطق القديمة،
ما عاد الأمر مقتصرا لا على طائفة ولا على مجموعة ولا على ثلة، بل صارت النساء في هذا محجبات وغير محجبات، متسترات ومتعتكات، يجلسن على القهوة بتسألن عادي والأرجيلة عادي، إيش عادي يا أيتها المسلمة؟ بالله عليك، بالله عليك يا زوجها يا أخاها يا أباها، إيش هذا الذي يجري؟ امرأة مسلمة تنصب ما يسمى بالأرجيلة وتشربها أمام الناس في منتصف الشوارع وعادي؟ أي كرامة لك ولها؟ أي شهامة لك ولها؟ أي نخوة بقيت فيك وفيها؟ عادي؟ لا إله إلا الله. لما نزلت الأوامر الإلهية بحجاب النساء، حدثتنا السيدة عائشة كما روى أصحاب السنن، قالت خرجت نساء الأنصار لما أمرهن الله بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال خرجت نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الطير، كأنهن الغربان السود، الغراب لونه أسود كله أسود، فالنساء لبسن سوادا حتى كأنهن تشبهن بالغربان. سيدة عائشة لما جرى لها تلك الحادثة، حادثة الإفك التي برأها الله منها، وجاءها ذاك الرجل الذي رآها منفردة عن الجيش، تقول والله ما كلمني بكلمة، خمرت وجهي بجلبابي ثم ساق بجملي حتى لحق بالجيش. كلمة وهي وين؟ ضايعة عن الجيش في الصحراء، ما قال لها ايش صحتك شلونك وين رايحة ايش جاي صار معك، ولا كلمة. تقول السيدة عائشة ما كلمني بكلمة، اناخ الجمل والتفت ركبت عليه جر الجمل ومشى به حتى لحق بالجيش. ماذا الذي يجري في زماننا؟ تجلس تضع رجلا على رجل وتدخن الأرجيلة وتشرب السيكارة وتنظر في الرجال، والذي لا يعجبه قد تصفعه هي بدل هو أن يصفعها، هي تصفعه. ما عجبك؟ لا، لازم يعجبني، لازم الفجور ينبغي أن يعجبني، لأننا أناس طارت النخوة من رؤوسنا ومن دمائنا ومن عروقنا، فأصبحنا بلا نخوة بلا أدب بلا أخلاق. هذا الذي يجري في مجتمعاتنا يا أيها الأحبة منذر والله بالخراب، والله منذر بالخراب، بالخراب التام. الذي جرى بنا ليس من فراغ، جرى من ذنوبنا. طبعا هناك ابتلاء محض من الله، هذا يجري على كل الناس الصالح والطالح، لكن جزءا كبيرا من البلاء بسبب تفشي هذه الذنوب التي يقال لها كما قلت في البداية عادي. أي عادي هذا يا أيها المسلم إن لم ترجع إلى الله؟ هناك أمثلة كثيرة، أختم بمثال هو من أعظم هذه الأمثلة. يتضايق إنسان، رجل، امرأة، شاب صغير، يتضايق من أتفه الأسباب فيسب الدين، بكفر. تقول له لك إيش عم تحكي؟ ولا كل الخلق بتحكي عادي، الكفر عادي. الله، كما قلت هذه الأشياء منذرة بخراب الديار، بمحق الناس، بنزول العذاب. عادي أن يتلفظ الإنسان بالكفر؟ سبحان الله. أختم بحادثة جرت معي البارحة. كنت في الطريق، ركبت الحافلة الباص، يعني جلس بجانبي شاب ينظر إلي، ينظر إلي ثم قال لي: أنت كنت مدرسا في مدرسة كذا؟ قلت نعم. ما تريد؟ قال أنا كنت طالبا عندك في سنة 2008، من 16 سنة. أهلا وسهلا. صار يحدثني كذا كذا، قال لي: لا أنسى يا أستاذ يوما أنك عاقبتني، وأنا قليل ما أعاقب الطلبة، يعني لا أحب هذا الأسلوب. المهم قلت: لما؟ قال: أنا أستحق. هو يقول يحدثني ويحكي ما أسأله أنا. قلت: لما؟ قال: أنا أستحق. قلت: ماذا فعلت؟ قال: كفرت فعاقبتني، ثم قلت لي كلمة لا أزال أذكرها. كذا يحدثني الشاب بفمي، أنا يعني نسيته،
كان لعله في الصف الثامن التاسع، نسيت الآن صار رجلا في أكثر من الثلاثين، أنا نسيت هذا الشاب يعني. قال فلان أنا اسمي. المهم فقال قلت لي كلمة لا تزال ترن بأذني. قلت ماذا قلت لك؟ قال قلت لي لو أن بعد أن عاقبته قلت له لو أنك وقفت أمام رجلا من ذوي المكانة في الدنيا يعني له منصب وتضايقت من شيء أتستطيع أن تسبه؟ فقلت لك لا يا أستاذ أنا أخاف. فقلت له تخاف من بشر ولا تخاف من الله أن تشتمه؟ قال والله يا أستاذ إلى الآن ترن في ذهني. قال لي أنا رحت كذا وكذا وتغربت جوي كله والعياذ بالله كفر وضلال وانحراف لا تزال هذه الكلمة ترن في أذني تخاف من البشر ولا تخاف من الله. فقال لي ولله الحمد ما تلفظت بها منذ ذلك الوقت. قلت الحمد لله الحمد لله. يا أيها الأحبة كلنا نحتاج إلى نهضة في هذه المسائل. كلمة عادي مسحوة من أذهانكم. خلي الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى من الحصى. فكلمة عادي هذه مصيبة خربت ديارنا، فلننحها جانبا ولنرجع إلى الله تائبين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، والحمد لله رب العالمين.